قناة قراءات من صلاة التراويح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد المبارك، فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعًا مرحومًا، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. وأقولها بصراحة أنه كان الأولى لي أن أجلس لأسمع لشيخنا حفظه الله تعالى، ولكن من تواضعه أن قدمني، وإن كنت أقولها أنني لست أهلا لذلك، ولكن أقول كقول القائل: أسير خلف ركاب نجب ذا عرج، مؤملا غير الذي يقضي به عرجي، فإن ظفرت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماء في ذاك من فرجي، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أغتنم هذه اللحظات المحدودة وهذه الدقائق المعدودة لأتدارس فيما بيننا سورة عظيمة وآية كريمة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم ينزل الله سبحانه وتعالى إلا هذه السورة لكفتهم. هذه السورة كل واحد منا يحفظها، الكبير منا والصغير، الذكر والأنثى، وهي قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة العظيمة والآيات الكريمة حملت من المعاني الشيء الكبير، وحملت من الفوائد الشيء العديد، ولكن نعدد بعضها. قال: افتتح الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله: والعصر. والمعنى العصر كما قال أهل العلم، بعضهم قال أنه الوقت المعلوم، وقال بعض أهل العلم: وإنما يقصد به الوقت ويقصد به الدهر. وهنا لفت أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء سبحانه، وإذا أقسم بشيء فإنما يدل على فضله وعلو مرتبته، فينبغي للإنسان أن يعتني بهذا الوقت ويعتني بهذا الدهر ليجعله في مرضاة الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إنما عمرك ثلاثة أيام، فيوم ذهب ولن يعود، ويوم لعلك لا تدركه، ويوم أنت فيه فاعمل فيه ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. ثم قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أطلق الله سبحانه وتعالى وعمم أن كل الإنسان في خسر، أي في خسران مبين، والخسران المبين يشمل الدنيا والآخرة، ولكن الله سبحانه وتعالى استثنى بعد ذلك. وفي هذا ينبغي للمسلم أن تستوقفه الصفات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان ولأهل التقوى حتى يتصف بهذه الصفات. قال: إلا الذين آمنوا. أهل الإيمان هم أهل طاعة الله سبحانه وتعالى، الذين يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يؤمنون به سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان قول وعمل، وما ذكر الإيمان إلا وذكر العمل بعده. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأهل الإيمان لا يكتفون بالإقرار في الجنان فحسب، ولا يكتفون بذكره على اللسان فحسب، بل يظهر ذلك على أعمالهم ويظهر ذلك على جوارحهم. فترى أهل الإيمان يسابقون في الخيرات، تراهم ما يرون بابا من أبواب الخير إلا ويقرعونه، تجدهم يسارعون في الصلاة محافظة عليها، على الصفة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، يحافظون على وقتها، يحافظون على الصلاة في الجماعة، واركعوا مع الراكعين، يسارعون في الصدقات، يسارعون في الزكوات، يسارعون
يسارعون في عيادة المريض، يسارعون في ذكر الله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن واتباع الجنائز وغير ذلك من الأعمال التي لا تخفى على حضراتكم. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولكن أهل الإيمان لم يكتفوا بتكميل أنفسهم بحسب، لم يكتفوا بتكميل أنفسهم فحسب، بل لعلو همتهم ولعلو قدرهم زادوا أيضا إلى تعليم الناس وتشميلهم لهذا الخير العميم والفضل الجزير الذي نزل بهم. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا العلم الذي اكتسبوه وهذا الخير الذي وجدوه تجدهم يسارعون إلى تعليم غيرهم، إلى إرشاد غيرهم. وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي أعظم وظيفة على الإطلاق، هي أعظم وظيفة على الإطلاق، لأنها وظيفة الأنبياء. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. بمعنى لا أحسن ولا أفضل ولا أعلى ولا أغلى ممن تصدى لتعليم الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي: لأن يهدي الله بك امرئا واحدا خير لك من حمر النعم. ولا يتكاسل الإنسان عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويقول: أنا ليس لي علم كثير وأنا لم أدرس العلم الشرعي وغير ذلك. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خفف عن كذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. تكليف وتشريف وتخفيف في هذا الحديث كما يذكر بعض أهل العلم. قال: إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، وهذه من السنن الكونية، أنك إذا دعوت إلى الله سبحانه وتعالى قد تجد الأذى من الناس، كما في قصص الأنبياء، نوح عليه السلام وما عانى مع قومه، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وغيره من الأنبياء. لماذا يكون هذا الضر ويكون هذا النصب والوصب والتعب ينزل بالداعية؟ لأنك سوف تواجه الناس، الناس إذا فعلوا المعاصي، إذا عصوا الله سبحانه وتعالى، لأنهم يتبعون الشهوات، يتبعون الهوى، يتبعون وساوس الشيطان. فإذا جئت تدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى كأنهم يجدون في ذلك الضيق فيعاملونك بذلك الشدة. ومما ينبغي على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يتحلى بالرفق، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أفضل مثال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن، ويقول إمامكم وإمام السعودية وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول: هذا العصر هو عصر الرفق، يقول: هذا العصر هو عصر الرفق. والله وبالله وتالله كم نعرف من الناس من كان من الجبابرة وممن كان شره عظيم، ولكن الناس تجد الواحد منهم يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى باللين وبالكلمة الطيبة وبالابتسامة، فتجد ذلك الرجل قد صار من العباد وصار من الزهاد. ويحدثني أحد الإخوان، وهذه في بلادنا، يقول: والله أحد الشباب دعا كل حيه وصاروا من أهل الاستقامة إلا بابتسامته وإلقائه للسلام. يقول: يمر إلى المسجد ذاهب للصلاة إلى الجماعة، فيجد الشباب يجلسون ولعله قد أذن ولا يذهبون إلى الجماعة، فيمر إلى بهم ويلقي عليهم السلام ويقول: السلام عليكم، ويبتسم في وجوههم وينصرف. ما دعاهم لا بقرآن ولا بسنة ولا بأحاديث ولا بترهيبهم من النار ولا ترغيبهم في جنة، وإنما بتلك الأخلاق الفاضلة. فكان كل أو معظم تلك الجهة استقاموا على ذلك أو على يد ذلك الشاب. فهذه كلمات ووقفات لعلها تكون قد خرجت من القلب، لعلها تصل إلى القلب. حديث الأرواح إلى الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. ومما أوصيكم به، ولعلي لن ألقاكم بعد عام هذا، أننا ينبغي علينا أن نكثر من الاستغفار والانطراح بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. كل واحد منا يجدد توبته اليوم تلو اليوم، وإذا وفق إلى العبادة عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى. والله الإنسان قد يعمل العمل الصالح، ولولا
أنني أردت الكلام ولولا أن الوقت محدد لا وقفنا العديد من الوقفات مع العمل الصالح، ولكن هذا العمل الذي اتصف به أهل الإيمان وأنهم كانوا يعملون هذه الخيرات ويسابقون فيها، أنك تتصف بصفة واحدة في العمل والله تجد ذلك الأثر، وهو أنك إذا وفقت إلى عبادة من العبادات أو إلى قربة من القربات أن تستحضر توفيق رب الأرض والسماوات. إذا فعلت قربة من القربات أو طاعة من الطاعات استحضر توفيق الباري رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. إذا جئت من بيتك وخطوت تلك الخطوات وتقدمت إلى المسجد وصليت الركعتين، تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، واعلم أن هذا اصطفاء من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. أنا والله نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لعل لي ما فكرت فيها يوما، ولعلنا وهذا من غفلتنا أننا نتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى ولكننا قد نسهو ونلهو. نسأل الله سبحانه وتعالى العوفة والمغفرة. هذه النعمة هي نعمة القراءة. أذكر أنني جلست مرة مع أحد كبار السن فجلس بجانبي يحدثني والدموع في عينيه، قال: تدري ما هي أمنيتي؟ أنا فكرت أنها أمنية من الأمنيات التي كل واحد منها يتمنان، بيت واسع أو زوجة جميلة حسناء أو سيارة وغير ذلك. قال: كلا والله يا ابني أنا أمنيتي يوم واحد أنني أوفق إلى الدخول إلى المسجد فأمسك المصحف وأقلب فيه وأقرأ. قال: والله هذه هي أمنيتي كلها، والله إنني لأدخل المسجد وأجلس وأصلي ركعتين وأنا لا أجيد القراءة. قال: فأمسك المصحف وأجعله في صدري وأعانقه كما تعانق المرأة ابنها، ولكنني لا أملك أن أقرأ فأبكي بكاء شديدا. فكل واحد منا لعل الواحد الصبي الصغير يمسك المصحف. ملخص الكلام: علينا أن نستحضر هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى وأن نجدد توبتنا كل يوم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، ها المذكورين في سورة العصر أهل الإيمان، ومع هذا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. ويقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هم أذنبوا وأسرفوا ومع هذا يخاطبهم سبحانه وتعالى بقوله: قل يا عبادي، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولي يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا، يا رب إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، لبست ثوب الدجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالبذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأجدد اعتذاري لعلي قد أطلت عليكم، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أموركم ويغفر ذنوبكم ويستر عيوبكم ويفرج كروبكم ويبلغكم الجنة. محبكم في الله أبو عبد العزيز منير الجزائري، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابعوا كل جديد على صفحاتنا التالية.